أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: ذكرتم حفظكم الله في أحد الدروس السابقة لبس السروال، فما هي ضوابط لبسه؟ وهل لا بد من إزار يكون فوق السروال امتثالا لهذا الحديث؟ قال: تسرولوا واتزروا، خالفوا النصارى واليهود. لا، ما هو بلازم تجمع بين السروال والإزار، يكفي حداهن، حداهن يكفي، لكن السروال أحسن، لأن السروال يستر سترا كاملا إذا جلست وإذا رفعت رجلك، وإذا أما الإزار فيحتاج إلى تحفظ ويحتاج إلى، السروال أحسن. فأنت إما أن تلبس إزار وإما أن تلبس السراويل. نعم.